قال مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي السفير محمد عمر جاد إن نتائج الدورة الخامسة للقمة التنسيقية الأفريقية كانت إيجابية للغاية. لفت جاد في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري إلى أن تحديات الأمن والسلم والتنمية في القارة كانت ضمن أبرز الموضوعات المطروحة بالقمة. دورة خمسة للقمة التنسيقية المنتصف العام للاتحاد الأفريقي انتهت بعد يوم عمل كثيف الحقيقة، ولكن نتائجها كانت إيجابية للغاية. فلو خدنا على سبيل المثال ارتباط قضايا الاندماج والتنمية في القارة، فكان في كذا بند تم إصارتهم، من ضمنهم على سبيل المثال اتفاقية التجارة الحرة القارية، جهود الإصلاح المؤسسي في الاتحاد الأفريقي، وكذلك دور التجمعات الإقليمية المختلفة في التنسيق مع المنظمة القارية الاتحاد الأفريقي. ومن ضمن أبرز القضايا اللي أثيرت كذلك تحديات السلم والأمن على التنمية في القارة. إذا نظرنا بصفة عامة لمختلف مناطق القارة الأفريقية اللي بتمثلها المنظمات الإقليمية، بنجد أن كلها حقيقة للأسف بتعاني من بعض التحديات الأمنية، بعض الأزمات، النزاعات، وطبعا الدليل على ذلك ما يدور بجيران مباشرين لمصر.